السلام عليكم، معكم رعد مسمار، واليوم بدنا نحكي عن كيفية انتقاء البابي المناسب أو الكلب المناسب، أو حتى بنقدر نقول كمان الجرو المناسب لعائلة for a family، يعني basically companion dog، يعني مش كلب حراسة ولا كلب patrol ولا guard dog، بس هو عبارة عن كلب يكون مع العائلة for companion، بس وجوده يعني as a family member بالعائلة. اوكي، هلا اول شيء الانسان اللي بده يقتني كلب، سواء بده يشتري بابي او بده يشتري كلب او بده يتبنى كلب، اول شيء لازم ينظر له البيت اللي هو عايش فيه. يعني انت عايش بشقة، انت عايش ببيت معه جنينة او ترس، ايش وضع البيت اللي انت عايش فيه عشان تقدر تختار الفصيلة المناسبة او الشيء المناسب تماما لبيتك. على سبيل المثال، انت عايش بشقة، بيكون قرار شبه خاطئ انك تجيب كلب مثلا بلجيان ميلانوي عشان يكون كومبانيون عندك بالبيت، او مثلا تجيب وركن لاين جيرمان شيبرد يكون عايش عندك جوا الشقه. ثاني شيء بدك تطلع عليه افراد العائله، عندك مثلا انت وزوجتك واطفالك، كيف طبيعه اطفالك عشان تقدر تتاقلم انت والكلب على الجو، أو الكلب نفسه يقدر يتأقلم مع أفراد العائلة والبيت. بعدين منروح للشغلة اللي بعديها، الأهم من هيك، النقطة اللي بعديها، إنه إيش الكلب اللي أنا لازم أجيبه لبيتي. هلأ أنت على سبيل المثال بدك تفترض إنك أنت عايش بشقة، حاول إنك تجيب كلب من التوي دوغز اللي هم السلالات الحجم الصغير، أسهل بكتير في التعامل لما تكون عايش بشقة. هلأ إذا أنت عايش ببيت فيه جنينة أو فيه ترس، ممكن تنتقل لبيج بريد دوغ اللي هو الكلاب الكبيرة حجم نوعا ما. تاني شيء بعدين الستيب اللي بعدها، بدك قررت إنه بدك تجيب كلب وعرفت السلالة اللي بدك إياها بناء على بيتك وأفراد عائلتك، هلأ بدك تعمل الفحص المناسب لهذا الكلب اللي بدك تجيبه. إذا أنت رايح تتبنى كلب وعندك أطفال، 100% لازم يكون التمبرمنت، يعني شخصية الكلب هادية، هذا نحن بنحكي بالتبني، لازم تكون شخصية الكلب هادية 100% عشان يقدر أنت وياه كمان تتأقلموا على الجو اللي هو راح يعيش فيه. اوكي، هذا اهم شيء، اهم شيء التمبرمنت، اهم شيء شخصيه الكلب. اوكي، ثاني شيء هلا احنا بنحكي على كلب التبني، اهم ثاني شيء بدك تطلع عليه انه يكون الدرايف لو عند الكلب، يعني حبه انه يلحق شيء ويعضه يكون قليل. الفود درايف يعني لو كان أعلى شوي بيكون كويس عشان يساعدك بالتدريب لما بدك تدرب الكلب. طيب، هاد في حالة التبني. طيب، في حالة أنت بدك تشتري كلب، في حالة بدك تشتري كلب وعندك شقة، أوكي، أنا بنصح بالسمول بريد دوغز زي ما قلت قبل هيك، إنه كلب صغير عشان يقدر يتأقلم بحالة بالوضعية اللي أنت عايش فيها إنه عندك شقة. أوكي، بدي أجيب هذا الكلب، برضو بحاول إنه يكون التمبرمنت perfect، يعني الكلب ما بيخاف، الكلب social، الكلب friendly. okay، بعدين بننتقل للدرايف، حاول انه يكون الفود درايف عالي، يعني حبه للاكل عالي، ولكن حبه البري درايف يكون واطي. كيف يعني واطي؟ يعني ما بحب to chase something and bite it، يعني يلحق شيء ويعضه. وثالث شيء انه لازم يكون الديفنس درايف كتير واطي، اللي هو خاصية الدفاع تكون واطية لهذا الكلب، وبنحكي كيف نفحص هاي الأمور في فيديو تاني. أوكي، هلأ أنت مثلا هذا في حالة أنك بدك تشتري كلب
او بابي whatever لشقة. هلا لما ننتقل للمرحلة الثانية انك بدك تشتري كلب لبيت عنده جنينة او ترس او شيء من هذه الامور. اذا انت بس شاري companion dog ما بدك اياه للبروتكشن ولا guarding ولا شيء زي هيك. اوكي، الفود درايف يعني حب الكلب للاكل لازم يكون عالي، شخصية لازم تكون هادية جدا، اوكي، وما بخاف من شيء، كلب سوشيال بحب التفاعل مع الناس وما يكون very hyper of course. بعدين انه defense drive خاصية الدفاع تكون واطية جدا، ليش؟ لانه غير هيك رح يعمل لك مشاكل، رح يصير يعوي، رح يصير يضايق الناس لما يجوا يزوروك، زيه زي السمول breed dog. بعدين تكون خاصية البري درايف حبه انه يلحق شيء ويقضه تكون برضه واطية، ليش؟ عشان ما يصير اندفاعي وهذا بولد هايبرنس والامور هذه. فانا بتمنى انه اي انسان بده يربي كلب اول شيء يتطلع على بيته اللي هو عايش فيه، ثاني شيء على افراد عائلته اللي عايشين بهذا البيت، ثالث شيء يتطلع على الكلب نفسه temperament wise اللي هو شخصية الكلب and the drives in the dog عشان يكون عنده companion dog يعيش معه سنوات وسنوات بدون اي مشاكل. وبختم هذا الفيديو انه بنصح انه اي انسان بده يجيب كلب لبيته companion سواء شقة او بيت لازم يدرب هذا الكلب professionally يعني بطريقة احترافية، او يقدر يعني يقرب على هذا الموضوع قد ما يقدر، انه اذا مش الوضع المادي لا يسمح بطريقة احترافية عالية جدا انه شبه احترافية على اساس هذا الكلب يكون family member وعضو من اعضاء العائلة وما يسبب مشاكل في المستقبل. وان شاء الله رح نحكي بفيديوهات تانية كيف نفحص التمبرمنت للكلب اللي هو شخصية الكلب، وكيف رح نفحص الدرايفز اللي هو براي درايف اند ديفنس درايف ولايش بتفرعوا، ونفحصهم عشان تصير تعرف كيف انت تختار الكلب المناسب عشان يعيش الحياة المناسبة اللي انت بدك اياها في بيتك. بشكركم جميعا واستنونا بفيديو تاني ان شاء الله نشرح هذه الامور.